العقيد ناصر الكوافي، عقيد طيار في السلاح الجوي، زميل وصديق ورفيق المرحوم الشهيد الطيار إدريس العبيدي. المرحوم الله يرحمه ويسامحه طبعا، أو بمعنى صح، الطيار له نكهة خاصة، يعني كمهنة يجب أن يكون إنسان يعني ما نبيش نقول فوق العادة، لكن يمتاز أن الطيار دائما شخصية لها مواصفات خاصة. المرحوم تخرج من شارع روسيا، كان يطير على الطيارة تحصل على الصوت، من شارع روسيا وخدا دورة في روسيا اللي هي طائرات المقاتلة اللي هي سرعتها فوق سرعة الصوت، وجاء ليبيا وروح وتحق بالسلاح الجوي في قاعة بنينة، تحصل على دورة يقول لها دورة عمليات. وطبعا كل ما يجمع مجموعة من الساعات ينتقل الدورة أخرى متقدمة، اللي هي دورة مثلا كما تقول عمليات نهاري، بعدين عمليات ديلية، وقائد تشكيل وقائد رف، وآخرها هي دورة مدرب. فالمرحوم الله يرحمه ويسامحه كان مدرب، كان يخرج في طيارين، يعني يدرب في طيارين جدد. طبعا الأمور هذين المواصفات هذين أكيد حيتوفر في شخص يعني عنده مميزات، كان يعني قريب واجد من أصحابه، يعني زي ما تقول فيه علاقة خاصة بينه وبينهم. في نفس الوقت طبعا الأحداث اللي صارت هذينا والأمور اللي صارت في البلاد بعد الثورة يعني زادت حتى هي من حماسة أخرى، زادت من أنه هو يرغب في حماية هالبلاد وهالوطن وحماية هالشعب، وهذه من المهام أو الواجبات اللي هو مكاتلف بها. بعد الفترة اللي هي طبعا فترة بداية الثورة، وخشوا علينا أصحاب الفكر هذول وأصحاب التوجهات الإرهابية والدواعش، وأنا طبعا أقرب الأصدقاء أو أقرب الطيارين له هنا، يعني بصدق وبأمانة كانوا حتى في العمل يقولوا لي لما يلقوني هنا وهو مش لاقي يقول لي وين نصك، يقول هو وأنا مش قاعد يقول وين نصك، شبه يومي مع بعضنا، يعني اليوم اللي كانش يكلم فيا بالتليفون معناه في حاجة سائلة، غايب عليا او ما حقيتش يبقى معناه في سامثينغ ساير. قريبين مواجه من بعضنا، نعرفه ويعرفني، سري عنده وسره عندي. انا طبعا تعرضت لمحاولة اغتيال ايام الاحداث بتاعت التواعش والاصحاب الفكر الجاهلي هذا، كان قبلها بنص ساعة تقريبا نتكلموا مع بعضنا، وكان يحذر فيا وانا نحذر فيه، يقول لي رد بالك وانا نقول رد بالك، وكنا ما نمشوا مع بعضنا يقول لي والله كان طقوا فينا تو عليك صفقة، يقول لي نحن اثنين مع بعضنا. حتى يا سيدي نتذكر انا على حسب الاحاديث والاقاويل اللي قالوا لي، بعد انا طبعا انضربت وضربوني طقوا فيا جماعة الدواعش هذول ودروني محاولة اغتيال، طبعا انا فاقد الوعي. فلما سمعها جاء يجري ففي المستشفى، لما جماعة يشوف فيه يدي ما عرفش الا في المستشفى يحك فيه هو يبكي وحزين على الموقف اللي ناس اللي عرفوه ادريس في ذاك الوقت، ناس واجده. وحده من الدوافع اللي شجعنا او خلانا هو طبعا الواجب والدفاع عن الوطن والارض، هذه شيء مقدس بالنسبه لنا، لكن اللي زاد اخرى زاد اعطاه دافع هو ان رفيقه وصاحبه وصديقه تعرض لمحاولة الاغتيال، فكان عنده برضه الروح انه هو وكان يلقى حتى قبل الاحداث، يعني كان يلقى بيدير حاجه. فكان الحقيقه راهو ادريس يشبه، لكن يعني لو كان بنحكي ما لسد حلقه لاثنين لثلاثه، والله شهودك هو كان قاعد في عيونه انه هو يسعى امانه الى الخلاص من هذه النماذج اصحاب الفكر التكفيري هذا. وفي نفس الوقت فزع فزعة قوية، يعني لدرجة أنه هو حتى من ضمن الطيارات اللي كان عندنا، أنت ما عارفين أغلب الناس ما عارفين الطيارات اللي عندنا موديلات قديمة وما هيش حديثة يعني، وكان في نوع من الطيارات يعني له فترة واقف
الله يرحمه كان يسعى ويكلم في المهندسين والفنيين باش يصلحوهن باش يطلع من الطيارة يدل يلقى الطيارة الثانية جاهزة. وبالفعل يعني زاد فيهم الحماس والحيوية كاهل العمل، وفعلا الطيارة كانت شبه في العدم يعني معدومة من قوة. وفعلا المهندسين والفنيين حتى هم ناس ما قصرتش في أحداث الحرب الكرامة بصدق وبأمانة. يعني كنا في ظروف صعبة، يعني أحداث حرب الكرامة على أصحاب الفكر التكفيري هذولا طلعت كفاءات يعني إبداع من الشباب غير عادي، سواء كان من الفنيين أو من المهندسين أو كان حتى من الطيارين الحق. فكان دائما يقول لي أنا يا هما، كان لنا إحنا وياهم في مكان واحد ما نقعدوش. كان يا حتى الطيران يعني بحكم إن معروف الطيار كم ده طلع في اليوم أو الرنج اللي يقدر يسمح له به، كان يقدر يطلع حتى في 3-4 طلعات ما عندهش أي مشكلة في سبيل لنا هو يوصل ويحقق الهدف. الله يرحمه ويسامحه الحقيقة، يعني الواحد يقولها كان متحمس، ما بيش نقول حماس فوق لكن كان يسعى التخلص منهم وكان يسعى أنهم ينهي عليهم بأمانة الله يعني. فما كانش مقصر يعني، كان فزاع، ما كانش يروح من القاعدة، كان دائما عنده يعني الله يرحمه ويوم يعني توفى ولا استشهد في يوم العيد، استشهد في يوم العيد دي الناس كلها جزات وكلها في حشان هذا الأغلبية. وهو كان قاعد في العمل، أطلبوا منه الطلعة نفذ الطلعة. صدق كان خبر نزل علينا كالصاعقة الحق يعني بأمانة الله. يعني شوف واحد كان يوم عيد ومتفائل وفي فجأة يجي خبر كيف هذا ومن في قامة، يعني واحد بالنسبة له صديق وصاحب ورفيق وقام مقامات السلاح الجوي. فكان خبر حقيقة يعني ما نقدرش نوصف لك. أنا واحد من الناس يعني شبه كيف اللي معاش عرفت كيف نتصرف، معاش عرفت قاعد نمشي ونجي كيف مانيش عارف الخبر صح من الصح فيه ولا ما فيش لهالدرجة. الله يرحمه ويسامحه، يعني كان خبر هذاك اليوم خبر استشهاده كان بالنسبة لنا فاجعة بصراحة. هو نعم هنيئا له أن نال الشهادة وإن شاء الله نسأل الله أن يتقبل من الشهداء، لكن برضك حتى الفراق كان صعب يعني مو سهل، يعني عشرة عمر ما يسهل بصدق. أنا ودريس بالذات كانت في علاقة بيننا ما يش يعني ما نقدرش نصف عليك. الله يرحمه ويسامحه، رحمة الله عليه ورحمة الله على جميع الشهداء، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. وإن شاء الله الحمد لله نحن تو أفضل وخير، تعدينا المرحلة يعلم الله أنها كانت مرحلة صعبة مرت علينا وعلى البلاد. ونحمد الله الحمد لله بفضل هالأبطال وهالشهداء اللي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل هالوطن يعني والشعب.